يلا يا عالم دهر، أنا جاهز أسمعك، فيك تبلش تحكي لي من الأول. سنة 2005 حطوني بتابوت وبعتوني على سوريا. الناس اللي بعتوني لهنيك قالوا لي إنهم رح يقتلوا يلي بحبون إذا ما قتلت الرئيس رفيق الحريري. يعني أنت اللي قتلت الحريري؟ إيه، وشو صار؟ بعد ما رجعت على تركيا دورت على الجماعة يلي بعتوني وجبروني، ووصلت لوثائق سرية تقدر تقضي على هاي المجموعة. بحال طلعت هاي الوثائق للإعلام رح تنهار دول بحالة. وبفضل هاي الوثائق السرية اللي معك ياها فوضتن ودخلت معهن. بالضبط. ومين هدول؟ بويرز. بعد هاي النقطة ما عاد في رجعة. متأكد انه لسه بدك تعرف؟ لا تخليني عصب يا عالم دهر. سمعان بمنظمة حراس المعبد؟ سمعان، وسمعت شو صار. تعرف شي محمد قرخانلي؟ انت اللي قتلت قرخانلي؟ انا اجيت على هذا العالم باسم افي قرخانلي ابن محمد. عالم دار من أتباع المعبد. تعرف داوود تتر أوغلو؟ قريت إنه المرحوم كان أبو مرتك. برأيك هذا كله صدفة؟ عالم دار، إذا ما أثبت لي إنه الحكي اللي حكيته حقيقي رح أقطع لك بنتك قدامك. أنت سألتني مين ورائي وساندني بهي الحياة، وفيني أثبت لك إنه يلي حكيت لك يا حقيقي. أنا من أتباع المعبد.